بعض. مش فاكر عن قوة الإنسان اللي محدودة لتأمل الله سبحانه وتعالى، فممكن تكون نفسك تعمل حاجة طول عمرك، ولما توصل هناك تلاقي في حاجة تانية مستنياك، فما تزعلش، ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء القديم. إيه وقفك؟ أنت توقف نفسك، ما حدش ممكن يوقفك. المؤثر الخارجي في حجم هندية بتقول لك إيه؟ المؤثرات الخارجية لا تؤثر في الإنسان ولكن تظهر ما في داخله بالطبع اللي جواك. أنت عارف لما حد يقول لي ده بيعصبني ده بيعصبني، ما حدش بيعصبك، انت اتعلمت تتعصب ازاي. ولو ادناك ليه حتى في العالم بره هتتعصب. اهدافك ايه اللي عملته فيها؟ حققتها؟ عملت فيها ولا 1%؟ اتحرك. اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي، خليهم على جنب، اسمع من هنا وطلع من هنا. الراجل ده انا ما كانش عندي حاجه، ده غير كده لما طردوني مره فندق الفنادق كنت في الشارع ومراتي عامله قيصريه وغايبه نانسي ونرمين دواء، يعني عندي 3 سنين توكلهم، ما عنديش نكره لا في البنك ولا في جيبي. وبره تسمع الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه، ما تخافش، الرزق توزع والعمر توزع. خايف ليه؟ عشان كده بتبقى عبد الربانيين. ومشيت من هنا فتحت الجرايد دور، لما حد يدور على شغل دور 24 ساعه. انت عارف هو ده الالتزام، ترجع تاني وتخلص ترجع تاني لغايه ما تشتغل. هذه القوه. عجبني جدا الاد ونستن تشيرشل في وقت الاد، قال لك القوة الذاتية الإنسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه، هتوصل لآخر. أنت عارف لما حد يقول لك الناجحين حظهم كويس؟ طبعًا حظه كويس، أولًا عارف هو راح فين، بيكتب أهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف، يقع يقف، يقع يقف، يصحى بدري وأنت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش، وبعدين يقول لك ده محظوظ. طبعًا محظوظ. أنت عارف إحنا أول ما بنتولد بناخد برمجة خارجية، أول 7 سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل، يعني بنقلد بابا وماما بالظبط. تاني 7 سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي، فأنا بخرج للعالم الخارجي وأصدقاء. عشان كده ساعات الأصدقاء تبص مهمين جدا بالنسبة لي، فالأب والأم مش عارفين يرجعوا تاني البيت لأنه ما بيجريش في إنجاز. وتالت 7 سنين من حياتنا اسمها سن الاستقرار، فأنا بدأت أستقل، وبعدين من 21 ل 30 القيم بتتحول وتتشكل أكثر من 7 مرات. دلوقتي أنا عندي برمجة جت من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. ممكن تغير إدراكك، الإدراك يغير الأفكار، الأفكار تغير التركيز، التركيز يغير الحكم، وكل ده في 1% ممكن يكبر ويتسع وينتشر. لأن أنا موجود في مكان كلهم بيتكلموا بطريقة معينة، فأنا بدأت أدور على أسلوب يكون أحسن شوية، ولما أرجع أساعدهم تاني، فممكن أراجع برمجتي اللي جات لي من العالم الخارجي أنا مش سبب فيها، فال 5% دول بتوع أنا، فأنا ممكن أغير بيهم ال 95%. العقل اللاواعي هو لا يعي الأشياء. وروة العقل اللاواعي، هقول لك حاجة، ممكن انسان يفكر في حاجه لسه ما حصلتش له سبب ويحصل له قلق مقدما مكتسب، مش كده؟ الواحد يفكر في حاجه مستقبل وضايقه وبعدين يضايق دلوقتي معناه لسه ما جاتش. ده اللي حصل، هو فكر فيها مقدما وتوقعاته سلبيه مقدما وحتى احاسيس سلبيه مقدما وبدا يشعر بيها دلوقتي في الوقت الحاضر، معناها مش موجوده. دي حب استطلاعها. طب طالما افكر في حاجه سلبيه مقدما واتضايق مقدما، طب افكر في حاجه ايجابيه مقدما وانبسط مقدما، والعقل لا ما اعرفش الفرق اسمه لا وعي، فانا ممكن ابرمجه زي ما انا عايز. عارف بالنسبه للعقل لا وعي، لو تخليه هو اللي ماشي هيحطم لك حياتك، لانه ما يعرفش. لان العقل اللاواعي هو مجرد بيديلك المعلومات اللي انت عايزها من نفس النوع، فلو ما تعملش في تغيير المواد للتاني هتطلع لك تلقائياتك، لو التلقائيات دي سلبيه هتطلع لك سلبيه زي ما هي. يبقى انا واجبي ان انا عقلي الواعي ان انا عبراء بحسن نفسي بقوي نفسي، بقى بقوي نفسي في التنميه البشريه في التنميه الدينيه، فانا بقوي نفسي والحالات دي تخلي العقل الواعي يكون اقوى. فالعقل الواعي صغير خالص كده، العقل اللاواعي قد كده، قد كره السله، التاني قد كره البينج بونج، لكن الصغير ده هو اللي بيبرمج ده. فنحن واجبنا ان احنا الصغير ده نعلمه صح، عشان لما يبرمج الكبير يبرمجه صح. لان الكبير تقول له انا بخاف يقول لك ماشي، تقول له انا مرعوب يقول لك ماشي، بخاف اتكلم قدام الجمهور. بالنسبه للجزء تحطها له اكثر من مره، انا بخاف اتكلم قدام الجمهور، بخاف من التحدث امام الجمهور. الكبير يقول لك طب ادي وشي لو طلعت تتكلم قدام الجمهور تاني، وبعد كده ما تصرخش بقى لان انت السبب، انت اللي برمجته. لازم تعمل تغيير في هذه البرمجه، ان تتكلم في الوقت الحاضر، تقولها اكثر من مره، تحط معها احاسيسك، تحطها بطريقه ايجابيه، ما تسيبهاش اطلاقا، بيحصل برمجه. فالعقل اللاواعي ساعتها يعمل لك تغيير في اللي انت عايز، لان عنده مخازن الذاكره. انا عملت علم اسمه قوه الطاقه البشريه، وفيها تغييرات جميله جدا داخليه. وبتسال معظم الناس انت عارف جسمك فين؟ عارف القلب فين؟ عارف الطحال فين؟ عارف الكبد فين؟ عارف الكلى فين؟ اسال اي حد، الناس ما تعرفش حاجه، ما تعرفش الطحال فين، ما
تعرفش جبت فين، عارف صباح سياقه سياره، مش عارف الموتور بيعمل ايه، ولما تقف منه يصرخ فاي حد مش عارف ايه. فلما تحصل له حاجه ما بيعرفش حاجه، ما عندوش فكره. فالمعرفه قوه. فنقول لازم اعرف نفسك، اعرف نفسك. المعرفه قوه. لما تعرف نفسك هتمشي باتزان اكتر. هو ده الغرض، بنحاول نتعلم بننمي نفسنا عشان نوصل لمرحله من الاتزان توصلنا للسعاده المتزنه المبنيه على حب الله سبحانه وتعالى. انت عارف احتياج الانسان اساسا سبعه. اول احتياج الانسان البقاء، انك عاوز تعيش. لان الانسان لما يتحط في البقاء يبقى مبتكر جدا. الانسان لما يفكر يبقى مبتكر، لكن معظم الناس تعملها تلقائيا. فانت عايز اول حاجه عايز البقاء. تاني حاجه عايز ضمان هذا البقاء، عايز تضمن لنفسك الوظيفه اللي انت فيها، الاكل اللي انت فيه. الناس تنزل تشتري اكل، بتشتري اكل كتير ليه؟ من غير ما تفكر، عاوز يضمن بقائه. لا انت عايز النهارده بكره وبعد وبعده، عايز تطمن على نفسك. فكل واحد فينا بيعملها تلقائيا من غير ما افكر. عايز تضمن وظيفتك، عايز تضمن بقائك، عايز تضمن عيلتك، عايز تضمن بيتك. من ضمن اسباب الحاجات ان الخوف، لان الخوف المرضي طبعا الخوف الطبيعي اللي كلنا موافقين عليه، خوف طبيعي كلنا موافقين عليه. لو هجم علينا اسد دلوقتي كلنا هنجري، كلنا موافقين عليه، مظبوط؟ زي ما سمعتني قبل كده ان ده نص الجدعنه كله انا اول حاجه. فالجزء الجاي لما كبقاء فهنا كلنا موافقين على هذا الخوف، لكن خوف من التحدث امام الجمهور، خوف من المرتفعات، خوف من الظلام، خوف من الحشرات، خوف من الحيوانات. ده خوف في ناس محدده هم بس خايفين منه، وده خوف مش طبيعي، يبقى ده خوف مرضي لازم يتعالج. فدلوقتي احتياجاتنا اول حاجه البقاء، ثاني حاجه طبعا البقاء، ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب. لازم، ولو ما تتحبش ولو مش حاسس انك محبوب، الانسان يبقى غير متزن ويهجس اخر هجس. عشان كده معظم الجرائم مخصوص بسبب ناس حاسه انها مش محبوبه. فدي ثالث حاجه انك تحب وتتحب. رابع حاجه تحس انك متقدر، انت بتقدر نفسك والاخرين بيقدروك. شوف الطفل الصغير، ماما بصي لي، ماما بصي لي، عاوز يتقدر، عايز حد يقدره، عايز حد يمدحه. بابا بصي لي، بص انا عملت ايه، يشدك يشدك كل شويه. فمن صغرنا واحنا بنشد الانتباه. فبص لي، عايزين بقاء وعايزين ضمانه وعايزين نحب ونتحب وعايزين تقدير من نفسنا ومن الاخرين. وخامس حاجه محتاجين انجازات. لو الانسان ما ينجز يتجن. انا اي حد يجي لي في العياده والله انا بخش قليل جدا لما باخد استشارات، اقول له وصف لي يومك. يقول لي اه يومي مفوز زي امبارح وزي اول. حد اكتئب لان عندك طاقه في منتهى الروعه. نشاطات يومك لازم تكون متغيره. بتعمل ايه لصحتك؟ بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى؟ بتعمل ايه لروحانياتك؟ بتعمل ايه لنفسك؟ بتعمل ايه لاولادك؟ بتعمل ايه؟ لو ما بتعملش حاجه هتكتئب. فايه خامس حاجه؟ الانجاز. الانجاز محتاج ينجز، الانسان محتاج ينجز. وسادس حاجه التغيير. انت ممكن تاكل نفس الاكل كل يوم، ممكن تلبس نفس اللبس كل يوم، لكن عاوز تغير. الانسان لما ما يتغيرش يتجن. انت عارف لو عندك بحر وقفت على شويه ميه وخرجت منها وقفت تاني على الميه، وقفت على ميه مختلفه، لان الميه بتمشي. لو بصيت للسماء وبعدين غمضت عينيك وبصيت تاني هتشوف سحاب تاني، لان السحاب بيمشي. كل حاجه في الدنيا بتتحرك. فلو الشخص مش عاوز يتغير هيجن، لان انت سنك زاد يوم عن امبارح، فكل حاجه بتتحرك وانت لا، لكن انت بتتحرك معاه من غير ما تحس. فمحتاجين تغيير. واخر حاجه اللي هي السبب في اكثر من 90% الانتحار في العالم، المعنى. ان الشخص يلاقي معنى في حياته. ممكن يكون عندي بقاء وعندي ضمانه، حاسس ان انا محبوب وحاسس ان انا متقدر ومعايا فلوس وعندي كل اللي انا عايزه، لكن مش لاقي معنى لحياتي، مش عارف انا قايم ليه، مش عارف انا بشتغل ليه، مش عارف انا عمال انفخ في اربع مطوع، اللي انا بعمله ده ملوش معنى. طالما حاسس ان انا ما عنديش معنى هتروح رايح لقبلها، مش عاوز اغير. هتروح لقبلها، انجازات ايه وبتاع ايه؟ هروح لقبلها ولا هتدي ولا بتاع، هروح لقبلها مش محبوب، تلاقي نفسك وصلت لغايه البقاء. فالانسان لما يكون عنده ما فيش معنى لحياته، صمت، مش لاقي معنى لحياتي، مش لاقي معنى لحياتي، طب اعمل ايه؟ من ضمن الحاجات دي كلها خد مثلا دليله. هي معروفه، كانت طول عمرها نفسها تكون ستار، خلت ون وتعيش في باريس وتبقى ناجحه في العالم كله، ما ده اللي حصل. وبعدين تلاقي انها كانت غنيه، جميله، عندها علاقات، تنتحر. وفي اخر جواب كتبته I have no meaning to my life. You don't have sense. فتبص تلاقي المرحله، طالما ما عنديش معنى لحياتي، اللي انا بعمله بعمله ليه؟ اللي انا بعمله بعمله ليه؟ اقوم ليه؟ اروح شغل ليه؟ انا بعمل ايه؟ انا عمال اتحرك اتحرك مفيش فايده. هنا دي الشخص اللي عشان يوصل البقاء ويكون عنده معنى لحياته لازم يكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى تكون عاليه. تبص تلاقي فيه مشكله. طالما بعدت عن الخط الروحاني تتلخبط مع الوقت. ما تلاقيش معنى لحياتك. فلما تلاقي معنى لحياتي السبع حاجات دول يوصلوني للالتزام بالحياه.